يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النقاب عن أحدث تخفيف لتدابير العزل العام في بلاده لمكافحة فيروس كورونا غدا الثلاثاء. وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان القطاعات التي سيتم السماح لها باستئناف نشاطها في 4 يوليو بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام، وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع حتى تكون الأنشطة آمنة من العدوى عبر سكايب. معنا من لندن السيد كايد عمر المحلل السياسي، بعد التحية لك سيد كايد. إذن هناك خطة سوف يكشف عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيما يتعلق بتخفيف تدابير العزل العام في بلاده لمكافحة فيروس كورونا غدا، ما هي ملامح هذه الخطة؟ ما القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عليها؟ نعم، نحن نتحدث عن القطاعات السياحية والقطاعات التي تتخصص في المطاعم والمقاهي والحانات والبارات، وطبعا خطوات جديدة قد تتصل إلى تخفيف المسافة من التباعد الاجتماعي من مترين إلى متر واحد، بحيث يسمح للمواطنين بالصعود إلى القطارات وإلى الباصات بشكل منتظم وبشكل يعيد المجال للعجلة الاقتصاد إلى التحرك، وطبعا قدرة القطارات لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين والباصات أيضا، وطبعا أماكن العمل، بحيث الآن في أماكن العمل يجلس الموظفين مسافة مترين متباعدين عن بعضهم البعض، وإذا خففوا هذه المسافة إلى متر واحد كما يحصل في دول أخرى سيكون بالإمكان عدد موظفين أكثر من العودة إلى المكاتب، وعدد مسافرين أكثر يعودوا إلى القطارات، ومسافرين أكثر يعودوا إلى الباصات وفي الأماكن التجارية والمطاعم والفنادق والمحلات السياحية وإلى آخره. يعني هذه الخطة المراد لها تحسين حالة الاقتصاد. يعني فيما يبدو أنه طبعا حالة الاقتصاد تأتي وتتداخل في هذا الموضوع، ولكن الحكومة تقول بأن هذه الخطوات ستكون مشروطة بآراء الخبراء في مجال الصحة، بحيث أنهم سيكون لهم القول النهائي فيما إذا كانت الحكومة تستطيع أن تذهب إلى ذلك الخطوات التي ستتخذها في 4 من حزيران أو يوليو القادم، هو الشهر القادم. إذن هي خطة مرنة تعتمد على ما سيقول القطاع الصحي، إذا يعني قال أنه لا يجب تخفيف الإجراءات فسوف يعني تتخذ الحكومة يعني خطوات من شأنها عدم تخفيف الإجراءات، كله يخضع لما تقوله الأطقم الطبية أو القطاع الصحي البريطاني. ولكن يعني في الغالب أنها ستذهب إلى ذلك الخطوات، كون أن بريطانيا في الفترة الأخيرة قامت بتخفيض درجة والتحذير من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وتحدث الوزراء في الحكومة البريطانية بأن الخطورة في انخفاض مستمر، وبأن تخفيف الحجر الصحي سيستمر بالتدريج إلى أن نصل إلى حالة طبيعية جديدة. إذا ما هي الحالة الآن سيد كايد، يعني فيما يتعلق بعدد الإصابات الوفيات؟ نحن نتحدث الآن عن 304,000 إصابة وأكثر من 42,000 وفاة، وطبعا الإصابات اليومية هي في انخفاض ولم تعد بذلك العدد الكبير الذي كنا نشاهده كل يوم، وطبعا الحكومة ما زالت تجري مؤتمرات صحفية بشكل يومي، وطبعا أي تجديد وأي تطورات جديدة يتم النقاش فيها ويتم الإجابة على الأسئلة من قبل الصحفيين ومن قبل المواطنين والذين يرسلوا أسئلتهم إلى رئاسة الحكومة أيضا المواطنين العاديين.
طيب، هذه الخطة التي سيعلن عنها رئيس الوزراء غدا عن تخفيف تدابير العزل العام، هل حتنطبق على المملكة المتحدة ككل أم على حسب المناطق، يعني اسكتلندا، أيرلندا الشمالية على سبيل المثال، ويلز، هل كله سيخضع لنفس الإجراءات التي سوف تتبع في إنجلترا؟ لن تكون هذه الخطوات شاملة لاسكتلندا ومقاطعة ويلز وإيرلندا الشمالية، بحيث أن اسكتلندا وإيرلندا الشمالية ومقاطعة ويلز لديهم حكومات محلية لديها رأي في هذا المجال، وهم يتبعون سياسات مختلفة بعض الشيء في موضوع تخفيف الحجر الصحي، وهناك فروقات قد تكون بسيطة ولكنها يعني مهمة بالنسبة لكل حكومة أن تكون لها استقلالية في اتخاذات القرار. خرجت تقارير كثيرة متشائمة من حالة الاقتصاد البريطاني، سيد كايت، تحليلك أنت لهذه الحالة وكيفية الخروج منها؟ بالطبع يعني الوضع الاقتصادي تدهور وتراجع، وبريطانيا عانت من تدهور في الاقتصاد من موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أولا، وانخفاض قيمة العملة بسبب هذا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحاجة بريطانيا إلى عقود تجارية واقتصادية مع دول العالم، وكم تم انتكاس الوضع الاقتصادي بشكل يعني آخر وبشكل مطور بعد ظهور أزمة انتشار فيروس الكورونا، بحيث أن طبعا يعني الاقتصاد البريطاني يعاني من مشكلتين، مشكلة الخروج من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا في نهاية الأمر. نعم، هما يعني مشكلتين مركبتين مرتبطتين في بعضهم البعض، وطبعا مما يدعي أن الحكومة البريطانية التزمت ب يعني ميزانية ضخمة تدفعها للاتحاد الأوروبي مقابل الخروج، وفي الواقع الآخر بأن الاقتصاد أصبح يعني في أزمة حقيقية بعد انتشار فيروس الكورونا، وطبعا الحكومة الآن تدفع رواتب وتصرف على المواطنين، ودولة الرفاه الاجتماعي ومخصصات البطالة زادت ومخصصات العائلة وإلى آخره، في المقابل الإنتاج والاقتصاد يعني متوقف بسبب عدم يعني قدرة الموظفين والمصانع إلى إنتاج ما كانت تنتجه قبل الكورونا. طب سؤالي الأخير لك سيد كايد عن اللقاحات، يعني من جامعات بريطانيا المختلفة، أوكسفورد على سبيل المثال، هل من جديد فيما يتعلق ب يعني إنتاج لقاح أو مصل؟ يعني المختبرات البريطانية مستمرة في البحث عن علاج شافي لفيروس الكورونا، وفي الفترة الأخيرة تم تحليل واكتشاف بأن دواء الدكساميثازون وهو المتوفر والموجود أصلا بالإمكان استخدامه لعلاج بعض أعراض وبعض مسببات الفيروس، وطبعا تم استخدامه في العناية المكثفة وفي سرة المستشفيات، وأثبت بأنه يمنع وفاة 30% من مصابين بالفيروس الكورونا. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من لندن السيد كايد عمر المحلل السياسي.